إلى محطته 13 ينطلق قطار أستانا وسط تغيرات ميدانية وسياسية تحاول المعارضة استغلالها لإحداث ثغرة تغير الجمود في الملف المتعثر منذ عدة سنوات. العاصمة الكازاخية نورسلطان تحتضن يومي الأول والثاني من آب مباحثات أستانا بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، بمشاركة وفدين مراقبين من لبنان والعراق لأول مرة، إضافة إلى مشاركة الدول الضامنة وهي إيران وروسيا وتركيا، وبوجود وفد من الأمم المتحدة، ما يمنح أستانا مساحة شاملة لحوار قد تجعله بديلاً عن مسارات جنيف المنسية. الجولة الحالية ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا وخاصة في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية، إجبار نظام الأسد على تفاوض غير مشروط مقابل رفع سقف متطلبات المعارضة مبني على النجاحات العسكرية التي حققتها فصائل المعارضة في إدلب، حيث تمكنت بدعم تركي من صد محاولات النظام اقتحام خطوط الدفاع الأولى في إدلب، وأجبرته على إيقاف حملته العسكرية بعد تكبيده مئات القتلى والجرحى من قوات نخبته والميليشيات الداعمة له. حساسية الواقع الإنساني في إدلب المتمثل بوجود نحو 4 ملايين مدني ربما سيجعل الأمم المتحدة تبدي موقفاً أكثر جدية لتجنب كارثة إنسانية فيما لو اشتعلت حرب شاملة بين نظام الأسد والمعارضة. قضية اللاجئين السوريين في لبنان والتضييق عليهم ستكون حاضرة في محطة أستانا الحالية، وذلك باستغلال وجود الوفد اللبناني المراقب، بينما تبقى مسألة اللجنة الدستورية على رأس أولوية وفد المعارضة، إذ أن إنجاح تشكيلها سيكون منطلقاً لمسار سياسي ينهي ديكتاتورية نظام الأسد ويفتح الطريق لمساحة من الديمقراطية تؤسس لسوريا حرة طال انتظارها، ودفع ثمناً لها أكبر مأساة عاشها السوريون منذ أكثر من 8 سنوات. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو الائتلاف السوري المعارض السيد ياسر الفرحان. أستاذ ياسر مرحبا بكم. جولة من المباحثات تنطلق يوم غد في أستانا بعد 12 جولة سابقة في ظل ملابسات مختلفة، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجولة في الأزمة السورية؟ مساء الخير وتحياتي لك والسادة المشاهدين. أهلا بك. أستانا بدأ مسارا عسكريا وإنسانيا بوقف إطلاق النار، وتم الوصول إلى مذكرة تفاهم لتخفيض التصعيد في 4 من المناطق، بقيت منطقة واحدة، وأعتقد بأن الأولويات تتمركز لإعادة هذه المنطقة ضمن اتفاق تخفيض التصعيد ولإيقاف إطلاق النار على المدنيين فيها. أقصى ما يستطيع الوفد أن يصل إليه وبدعم تركيا تحديدا هو الوصول إلى هدنة، وربما إذا ما تحلى الوفد بالمهارة الكافية، إذا ما تحلى أيضا بالإرادة الكافية بالقدرة والإصرار الكافي، يستطيع أن يضغط ليطالب بعودة الروس عن المناطق التي قضموها خلال الأعمال العدائية الأخيرة. الأسلحة التي لدى الوفد هي الدعم التركي، تركيا موقفها واضح في هذا الصدد، ولا أعتقد بأن هناك ملفات يمكن أن تنجح خلال هذه الجولة ولا في جولات أخرى من أستانا مثل الملفات السياسية المتعلقة باللجنة الدستورية. شهدنا سابقا بأن روسيا حاولت خلال الجولات السابقة من أستانا، وكنت حاضرا في بدايتها، بأن تطرح ملفات سياسية لتحرف مسار جنيف عن موضوع، لتحرف العملية السياسية عن موضوعها، وكان موقف وفد المعارضة آنذاك رافضا لبحث أي ملفات أخرى غير وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين. وكذلك الأمر كان موقف تركيا، يعني التي أكدت دوما بأن أستانا ليست بديلا عن جنيف. طيب. ولا يمكن أن تكون كذلك، واللجنة الدستورية التي طرحت هذه المباحثات أستاذ ياسر الفرحان يعني تنطلق في أجواء من قصف وحشي من النظام وحليفه الروسي على إدلب، إلى أي مدى ترى أن هذا القصف كان ربما تمهيدا من النظام
لتهيئة مناخ ما تريده قبل الجلوس لهذه المباحثات؟ نعم بالتأكيد، هذه يعني سياسة خسيسة ومتكررة تعتمدها روسيا والنظام معا. يعني روسيا دائما تعتبر دماءنا أوراق تفاوضية تضغط من خلال قتل الشعب السوري لتجلس على المفاوضات ويكون سقف المطالب يتمحور بإيقاف هذا القتل وبتجاهل الأمور الأخرى التي يعني هي قضايا أساسية كان يفترض أن تطرح بشكل واضح. المشكلة هي في عدم تكافؤ الأطراف التي تجلس على هذه الطاولة. المجتمع الدولي غائبا في هذه المباحثات، لا يوجد لنا إلا طرف واحد صديق هو تركيا تفعل ما تستطيع وحقيقة بدأب بإخلاص بعزيمة بإرادة للتدافع عن الشعب السوري في هذه المنطقة مثل ما تفعل أيضا على الأرض تنشر قواتها في هذه المنطقة، لكن وبالنتيجة لا تستطيع أن تحقق كل شيء لأن طرفين حاضرين هما روسيا وإيران والنظام، والآن انضمت العراق ولبنان التي جميعها دول داعمة للنظام، وهذه الشعب السوري تشترك مع نظام الشعب السوري، وبالتالي يعني أنا أعتقد بأن هناك مسؤولية دولية لدعم الموقف التركي أكثر في أستانة وفي غير أستانة. الواجب الآن يعني على الأمم المتحدة. أستاذ ياسر، تركيا مصممة على إنشاء المنطقة الآمنة، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الجولة يمكن أن تمرر الرغبة التركية بهذه المنطقة الآمنة؟ المنطقة الآمنة المباحثات حولها خارج مسار أستانة، هي تبحث ما بين تركيا وأمريكا، ويعني أنا أعتقد بأن من الممكن يعني أن نحصل عليها لأنها ضرورة للشعب السوري الذي هجر من هذه المنطقة، وضرورة أيضا للشعب السوري الذي يرزخ الآن في هذه المنطقة تحت سيطرة مجموعات إرهابية تحاول أن تفرض واقع انفصالي على المنطقة، تتبع إلى قنديل، تتبع تنظيم PKK الإرهابي، و ترتكب جرائم حرب بحق أبناء المنطقة. وبالتالي يعني أنا أعتقد بأن هذه الحاجة، هذه الضرورة، هذا الإصرار من تركيا حسن على أمنها القومي، وهذه الرغبة، هذه يعني المطالب المحقة لنا نحن كسوريين بأن يكون هناك منطقة آمنة يحتمي فيها الملايين الذين هجروا من مناطقهم، هذا يجب أن يحصل ويشكل حلا لكل الأطراف يعني للدول التي تعاني من أزمة الجوع. الملف السياسي وما يلزمه من تحضيرات للجنة الدستورية حاضر وبقوة في هذه المباحثات بحسب رغبة الراعين للمباحثات، إلى أي مدى ترى فرص نجاح هذا الملف في ظل استمرار النظام بقصف إدلب؟ يعني نحن قلناها للروس في جولات سابقة، إذا لم تنجحوا في أطلاق سراح امرأة سورية واحدة، إذا لم تنجحوا في إلزام النظام وفي وقف قصفكم أنتم بالاشتراك مع النظام على المدنيين، كيف يمكن للشعب السوري أن يقبل دورا لكم راعيا في العملية السياسية؟ روسيا ليست راعيا نزيها، لا يمكن أن يقبل بها السوريين راعيا للعملية السياسية، روسيا تشترك مع النظام في جرائم الحرب والإبادة، وبالتالي دورها في أستانة محصور في ضمانة النظام، وهي ليست ضامنا للمعارضة، هي ضامنا فقط للنظام، وبالتالي تتحمل المسؤوليات القانونية تجاه كل ما يرتكبه النظام من جرائم، ويفترض يعني أن تتحملها أمام العدالة الدولية، يفترض أن تجري مقاضاتها، لا أن تمنح دور لتكون من خلال راعي للعملية السياسية. المشكلة الحقيقية في غياب الأطراف الدولية الأخرى التي تترك لروسيا المجال لتقوم بهذه الأدوار، والتي يعني تنفذ من خلالها سياساتها بدعم النظام على أشلاء ودماء السوريين. نعم. روسيا تريد أن تحافظ على مصالحها من خلال دعمها للنظام، لكن هي لها أن تتحقق. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ ياسر الفرحان، عضو الائتلاف السوري المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.